عايز اوري حضرتك برضو شوية صور وتديني تعليق حضرتك عليها. صور يعني صور كده، هنشوف كده صورة. مين ده؟ مين الاولاني ده؟ ده المهندس خيرت الشاطر والاستاذ مهدي عاك، صح كده؟ صح، انت شايف الصور؟ ايوه. ودي ايه؟ شايف، انا الصورة وعارف اللي فيها كويس. ايه القعدة دي؟ دي الصورة دي كانت في المعتقل في ملحق مزرعة الترة في الفترة اللي حكم على الإخوة الأعزاء، ثم الأستاذ عاكف، ثم الحاج حسن جودة، ثم العبد الفقير أبو طهية بيضة المحكوم عليه ب5 سنوات، وخلفه الدكتور محمود عزت الذي هو وخيرت لم يحفظوا الأخوة الجميلة التي كانت بيننا، ولكن حفظها الأستاذ عاكف والحاج حسن جودة رحمة الله عليه، هذا الرجل الطاهر النقي حسن جودة اللي زوجته خاخزت اولادها يوم التوكيلات، الحاجه زوجة حسن جوده مع حفظ الالقاب، الحاج حسن اخويا الكبير وصاحب فضل عليا، خدت زوجته اولادها جميعا واحفادها اللي فوق 18 سنه وخرجت للشهر العقاري، هذه المراه المناضله اللي تحملت غياب زوجها 20 سنه ثم 3 سنين معانا ثم سنه في 81 كان معنا او انا كنت معاه الاستاذ حسن جوده ليعملوا توكيلات للعبد الفقير عبد المنعم ابو الفتوح، رافضين التوجيهات الغير اخلاقيه التي صدرت من بعض الاطراف لمنع هذا السلوك الحر الذي يجب ان يكون الانسان في غير خاضع الا لضميره ومرضاه ربه. مين ما حفظ العيش والملح يعني؟ البعض يعني. مين ما حافظش على عيش والملح؟ المهم يعني اللي ما حافظش. لا، ما انت قلت اسمين. اللي ما حافظش بقى ربنا عارفه وربنا يسامحه. لا، ما انت قلت ده حتى لم يكلف انفسه. المهم يعني، لا يعني انا مسامح. وامي الله يرحمها يا استاذ خالد كانت تعلمني كلام بسيط. امي كانت ست بسيطه واميه على فكره، ولا هي يعني رغم انها من اسره غنيه، وابويا هو اللي كان من اسره متواضعه يعني بأسرة متوسطة، كانت أمي تقول لي يا ابني المسامح كريم، المسامح كريم. طب أنت مسامح خيرت الشاطر؟ مسامحهم جميعا، خيرت حتى مسامح المرشحين اللي بيشنعوا بيا وبيجرحوني دلوقتي، اللي بياخدوا أموال من هنا وهناك لصرفها على دعايتهم يعني.